يعطيكم العافية شباب صبايا طلاب صف التاسع، راح نكمل سوا بدرس System of Two Equations. يعطيكم العافية شباب صبايا طلاب صف التاسع، راح نكمل سوا بدرس System of Two Equations. نصحح الـ Extra Exercises. Exercise 2. Given fx equal ax power 2 plus bx minus 2, calculate a and b such that f of 1 equal 2 and f of minus 2 equal 20. فإذا هون في عندي 2 information المفروض منهم اشتغل لحتى اعمل 2 equations in a and b لحتى اجيب ال a وال b. هنبلش بأول information. f of 1 equal 2 يعني هيدي تعلمناها بدرس الالجبريك expressions. محل ال x بحط 1، فإذا هون محل ال x بده يقعد 1. قديش ايلين لي equal 2؟ بشيل ال x وبحط 1، آخر شيء equal 2. فإذا f of 1 equal 2، شلنا ال x وحطينا 1 وبنعمل calculation. بننتبه هون ما بدنا نغير شيء بشكل البولينوميال، مثل ما هي بنقلها، بس كل ما شوف x بشيله وبحطه 1. كمان bx يعني b times 1 minus 2 نزلت، هني قالوا لي equal 2 بحطها equal 2. بظبطها للإيكويشن a times 1 power 2 is a plus b times 1 is b equal، جبنا الـ minus 2 لتاني جهة بتصير 4، يعني 2 plus 2 equal 4. نفس الشيء هيك بكون حصلت على أول إيكويشن. نفس الشيء بتاني كيس، عندي f of minus 2 equal 20، معناها بدي أشيل الـ x يلي موجودة بالبولينوميال وحط محلها minus 2. فإذا a x power 2 يعني minus 2 power 2 طبعا في بيناتهم times plus b times x يلي هو minus 2، minus 2 equal 20. هلا هون بننتبه ال power 2 بتطير ال minus 2 power 2 is 4 times a 4a plus b times minus 2 is minus 2b، جبنا ال minus 2 لتاني جهة بتصير plus 2، 20 plus 2 is 22. هلا هودي ال 2 equations يلي حصلنا عليهم بألفوا مع بعض system of 2 equations، منحله ومنجيب ال a وال b. أنا هون حليته by elimination، ضربت أول equation by 2 بصير عندي 2a plus 2b equal a، تاني equation بقيت مثل ما هي. هون عم نعمل addition minus 2b بتروح مع الـ plus 2b، بصير عندي 2a plus 4a is 6a equal 8 plus 22 is 30 over 6 over 6 طلعت الـ a 5. آخر شي عوضت الـ a بقيمتها بالـ first equation وحسبت الـ b طلعت minus 1. Exercise 4. The parameter of a rectangle of length x and width y is 140 millimeters. بالنسبة لقاعدة البارامتر it is 2 times L plus W. By doubling the width, doubling يعني ضربنا ال width by 2 and reducing نقصنا the length by 7، نقصنا 7 من ال length، we obtain a new rectangle whose half parameter. كلمة half parameter ما ننتبه لها، البارامتر هي 2 times L plus W. half parameter إذا البارامتر 2 L plus W over 2 ليصير half، بتروح ال 2 مع 2، فإذا بيبقى ال half parameter هو length plus width is 76. find the dimensions x and y of the rectangle. فإذا أول equation هي عبارة عن القاعدة الأولى تاعت البارامتر it is 2 into length plus width equal، البارامتر هني قالوا لي 140، فإذا it is equal to 140. هاي بالنسبة لأول equation. تاني equation doubling the width، هني مسميين ال variables على فكرة x و y، عشان هيك ما بلشنا السؤال let x let y. doubling the width يعني ضربنا ال width يلي هو y باتنين، شايفينها هيدي ال width ضربناها باتنين، رجعنا reducing the length by 7، أخذنا ال length يلي هو x ونقصنا منه 7. بهيدي الحالة صار عندي هاي عبارة عن ال width الجديد وهاي عبارة عن ال length الجديد. بهيدي الكيس قالوا لي إنه ال half parameter يعني جمع ال length مع ال width is 76، مثل ما شرحت من شوي، ما بحط times 2 برا لأنه هني قالوا لي half parameter. تألفوا الـ 2 equations بظبطهم، يعني هون عملنا expand، كان فينا إذا بدنا نقسم over 2 over 2، بصير عندي x plus y equal 70، كمان هيك صح. وهون x plus 2y جبنا الـ minus 7 لتاني جهة بتصير plus، جمعناها مع الـ 76. هلا هون ضربت أول equation by minus 1، عم بشتغل by elimination، بتصير كلها negative. بعدين تاني equation بقيت مثل ما هي، عم نعمل addition الـ minus 2y بتروح مع الـ plus 2y، بصير عندي minus 2x plus، هون الـ x لحالها هون يعني plus 1، minus 2 plus 1 بيبقى minus 1x equal minus 140، بتنتبه للإشارات منيح، plus 83.
بيطلع minus 75، بآخر خطوة الماينس بتروح مع الماينس بيطلع الـ x equal 57 مش 75 طبعاً. بعد ما جبنا الـ x طلعت 57 بحطها بقيمتها بالـ second equation، الـ second أهون لأنه فيها x لحالة، حطيت محلها 57 وحليتها لجبت الـ y طلعت الـ y 13. آخر شي بجاوب على السؤال so the length is 57 طبعاً اليونت مليمتر لأنه بالسؤال مليمتر، والوث هي 13 مليمتر يلي هي الواي. Last exercise, the age of a father is triple the age of his son. فإذا في معي بي وابنه، عمر البي triple يعني 3 times the age of his son. What is the age of the father knowing that in 15 years يعني after 15 years بعد 15 سنة؟ طبعاً منطقياً البي حيكبر 15 سنة وكمان الابن حيكبر 15 سنة، هذه النقطة بدنا ننتبه لها. بعد 15 سنة شو حيصير؟ The age of the father will be double the age of his son. double يعني ضرب 2. فإذاً واضح من السؤال إنه بدنا نعرف عمر البي وعمر الابن. كرمال هيك let x be the age of the father. مثل ما اتفقنا دايماً منبلش باللي حاكين عنه قبل، مبلشين the age of the father، فإذاً الx هو the age of the father والy هو the age of his son. هلا the age of a father is a triple، فإذاً هيدا the age للfather is يعني equal triple the age of his son، the age of his son يلي هي y ضرب 3. هاي أول equation. تاني equation in 15 years بعد 15 سنة هيدا كان بالأساس x بيتحول ل x زائد 15 بيكبر 15 سنة، ونفس الشيء بالنسبة للصن بيتحول ل y plus 15 لأنه بده يكبر 15 سنة. هلا بهيدي الحالة عم بيقولوا لي الايدج للفاذر يلي هو x plus 15 هياها will be يعني equal قديه حيصير double the age of his son 2 ضرب هيدا الايدج اوف his son بحطها between parentheses كلها ضرب 2 شايفينها. هلا بيبقى علي تاني equation عم ظبطها x plus minus 2y جبتها لهون وال 15 أخذتها لتاني جهة بتصير minus بصير عندي x minus 2y equal 15. هلا هون اشتغلت by substitution لقيتها سهلة ال x equal 3y شلت ال x حطيت محلها 3y minus 2y نزلت equal 15 جبنا ال y طلعت 15. آخر شي بدي جيب ال x عوضت ال y بقيمتها بدل ال y حطيت 15 بيطلع ال x equal 45. النتيجة النهائية then the father is 45 years old and his son is 15 years old. إن شاء الله يكون كل شيء واضح ويعطيكم ألف عافية.